هذا الجسر تعرض إلى ضربات أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من هذا الجسر، كان الضرر غير ظاهر للعيان. المواطن الكريم كان يعتبر هذا ضرر هذا الجسر هو ضرر بسيط. سعت المديرية ومن خلال منظمة اليو ان دي بي إلى إعمار هذا الجسر، وبالفعل تم تخصيص أموال وتم إحالة العمل إعمار الجسر إلى شركة تفريق الخيرات. باشرت الشركة بإعمار هذا الجسر. كانت مدة العمل 180 يوم كمدة رئيسية، عدا المعرقلات اللي حدثت بسبب الأمطار وبسبب استيراد المواد، وسبب الأمطار أنطونا مدة تعويضية 40 يوم، والحمد لله خلال المدة وقبل المدة احنا انجزنا العمل وبصورة تامة وكاملة. راديو الغد، وطن يمتد.